التشخيص المبدئي وغالبا هيكون نهائي، اغتصاب فتاة عذراء. يا فندم انا فكرت كويس وبيتهيالي ان ده الوقت المناسب لقرار اجلته بقالي 8 سنين. يا خساره، دي احسن رسام عندنا. ده جارك الاستاذ فريد ابراهيم، مفيش حد من السكان هنا يعرف عنه اي حاجه غير انه غني جدا وغامض جدا. انا بحبك يا سهى، بس دي اول مره احس اني عايز اكمل. ساعديني نعيش زي بقية الناس. العقد اللي جوايا، عقدة ان انا اتربيت في ملجأ وعشت فيه وكبرت فيه. عارفة يا ليه كده بس يا رب؟ ليه ده انا ماليش حد. مواد مخدرة؟ يعني الحبوب دي بتخلي اللي بياخدها يتهيأله حاجات مش موجودة؟ جابوا له ليه؟ بدأت ايه؟ ولا انت عايزة تقولي أي حاجة وخلاص؟ والله أنا إن كان عليا عايزة أقول حاجات كتير قوي، بس مستنية أشوف آخرتها إيه. فاهم؟ قولي إيه؟ مين أمينة دي؟ ممكن تكلمنيش، أنت عايزة ترمي بالك عليا؟ يا عمر الحكاية فيها حاجة غامضة. ست سهى طيبة زينة عن اللزوم. بس للأسف في ناس حواليها مش كويسين، هما بقى اللي عايزين يعملوا حاجات ممكن تزعل. يا ما فكر يذلني ويدوس على كرامتي. هو عمر المسجون ما بيرضى عن سجانه. يا دنيا ساعديني وساعدي نفسك، زي ما أنا متأكدة إنك تعرضت لحادثة اغتصاب بشعة. المعلومات قليلة أنا عارف، بس لازم تلاقيها، فاهم؟ والله ما أنا عارفة إذا كان اللي بعمله ده صح ولا غلط. وأنا عايزة عمرك يتعرض. أنا ما كنتش أعرف كل اللي حصل ده.